تعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة FM في برنامجكم المفضل هل تعلموا، في موضوع جديد متجدد بعنوان هل تعلموا أن للتربية تأثيرا على الناشئة في كل المجالات. موضوع يعني من الأهمية بمكان، وموضوع يستحق أن نقف عنده، ولكن هذه الوقفة التي نقفها عنده هي وقفة علمية نتبع فيها، يعني نتبع فيها طرقا علمية وطرق نفسية تساهم في بناء الفرد، وتلعب في ذلك الأسرة الضوء الكبير باعتبار أنها هي الحاضنة الأولى للأفراد، ومن ثم يعني نزود المجتمع بمجموعة من الأفراد. وبالتالي استديت في هذا الموضوع استاذتنا كالعادة الفاضلة هند جهناوي حرم منصور، وهي أستاذة ومدربة اختصاص وعي. مرحبا بك استاذتنا. مرحبا. مرحبا، شكرا. كذلك نرحب ب سيناوف الشرطاني في التثيث والإخراج، مرحبا بالجميع. استاذتنا الفاضلة، أعود إليك ليقول التربية واحدة من الدعائم القوية التي يجب أن تقوم عليها المجتمعات، وهي عبارة في نقل جميع القيم والمبادئ والسلوكيات إلى الأجيال الناشئة ليقوموا بدورهم بنقلها إلى الأجيال التي ستلحق بهم. ونحن نعلم جيدا أن الأسرة هي الحاضنة الأولى للأجيال، ولذلك أردنا أن نقف عند هذه المهمة الأساسية للأسرة، فتتفضل أستاذتنا. شكرا. شكرا سي الأزهر. هو موضوع مهم على الأخر، وموضوع حساس اللي احنا عايشينه معناتها في كل لحظة وكل يوم وكل جمعة وكل شهر وكل سنة. وهي ستان سيخكل، هي شمعنى سيخكل؟ معناتها اللي أنا تعلمته من أمي وبابا، ديجا أمي وبابا تعلموه على جدودي ونقلوهونا، معناها فما وراثة جينية وفما حتى سلوك، معناتها أنا ورثته على أمي وعلى بابا. كان أنا ما نوعاش معناتها وما نقفش روحي، دونك مش نقعد أنا في نفس الحكاية ونفس السلوكيات ونفس المواقف ونفس كل شيء اللي هما بيدهم عاشوه بي. دونك احنا الموضوع متاعنا هذا فيش يتمثل، يتمثل اني الباز متاع سلوك معناتها الإنسان الفرد اللي هو ملي هو صغير حتى اللي يكبر، ومستقبله هو خارج من المنزل، خارج من أم وبوه. معناتها أم وبوه كيفاش يتعاملوا معاه، إسكو يتعاملوا معاه بالصحيح معناتها بالمعاملة الصحيحة وبالسلوك الصحيح، وإلا يتعاملوا معاه كما هما اتعلموا. واحنا اللي شوفوا فيه اش تقصد استاذتنا الفائدة بالسلوك الصحيح؟ يعني كلمة الصحيح هذه معناتها كلمات صحيحة، تصرف صحيح، تربية صحيحة، قناعات ومعتقدات صحيحة. خاطر احنا في يعني ترتكز على جانب علمي ام ترتكز بالطبيعة؟ هي جانب علمي بيان سور، وجانب نفسي وجانب روحي وجانب كل شيء، معناتها من جميع الجوانب. معناتها انا كي كان انا ام بابا باغ اكزومبل، ناخذ انا كام تاع بابا مثلا، بابا كان صعيب برشا، ما يلزمكش تحكي معاه، ما يلزمكش تعطي راي. تو انت تعيش كما هكاك بيان سور، الصغير يولي حتى هو ما عادش ينجم يعطي رايه، ما عادش ينجم يتكلم، ما عادش ينجم يكون متوازن في حياته. هذه مهمه على الاخر اللي احنا توا عايشينها، وانا الرافيه ديجا معناتها عند العباد، عند لي بارون. مهمه على الاخر انك انت قد ما تسكت صغيرك ما تخلوش يعبر، وهو ما عادش ينجم يعبر البر. يعني بعباره اخرى تقتل فيه يعني حب المعرفه، وتقتل فيه السؤال يعني، والذي هو بطبيعه الحال
السؤال والتعبير اون بلوس حتى معناتها ما تخليوش يعبر، خاطر انت كان انت ولدك ولا بنتك ما تعبرش بحذاك وما تعبركش ليك انت، وينش تعبر؟ شنو مش تعبر في الشارع؟ شنو مش تعبر عند العباد؟ وايفيكتيفمون هما اللي راووه معناتك انت ما تخليش انت صغيرك يعبر بحذاك، شنو مش يعبر عند حد اخر؟ والحد اخر شوف روحه اسكو معناها باش يسمعوا اسكو باش يمشي نفس في نفس السيناريو الا فما حكايات اخرى، معناتها يستغل هو بيدو الشخص الاخر نجم يستغل صغيرك في حكايات اخرى ويكون فيكتيم. هذه جريمه يقترفها العباد دون شعور دون علم وعي بدون وعي، خاطر احنا تعرف نقول لك سي لازر حاجه، احنا الاولياء نحب ولا نعرف كيف نحب، احنا على اساس انا نحب ولدي ونخاف عليه ونهار كامل نضغط عليه ونهار كامل نقول في الكلام السلبي ونهار كامل وانا نقول له وانا بدي اقارن فيه بينه بين اصحابه شبيك انت ما جبتش هكاك ها وصحابك جاب، وانا نقتل فيه حاجات بالمقارنه وبالضغط وبعد ما السماع والكل قاعده نقتل فيه، فما حاجات نقتل فيه معناتها احنا عنا طفل داخلي، الطفل الداخلي هذاك كيفاش يا انت تحييه وتغذيه بحاجات باهي يا انت تقتله بالكلمات السلبيه السلوك السلبي. نقول لك حاجه زايده، ريت الخزره كي تخزرها لصغيرك معناتها خزره خايبه راهي هذيك تقعد له تتبرمج له، وانت في بالك انك انت خايفه عليه، في بالك انك انت تحبه يكون احسن، لا باش يكون احسن مش بالمقارنه مش بالكلام السلب مش بالسب مش بالنقد مش باللوم مش بالضغط. هذه اللي احنا للاسف الشديد الاولياء الكلهم كيك سواء المراه والا الرجل الاب والام معناتها عايشينه مع الصغار نتاعهم، والصغار اون كونت بارتي شنو يعملوا؟ يوليو نقمين على رواحهم، يوليو كارهين رواحهم، ما عادش يحبوا معناتها هما بيدهم او فون، يوليو ما عادش يحبوا رواحهم، يوليو خايفين، يولي خاف ماك الانسان هذاك شنو يحكم عليه، خاف ماك الانسان هذاك شنو باش يقول عليه، ما عادش يقدم، ما عادش يعمل حتى شيء، هذا الكل من السلوك نتاع الاباء معناتها الام والبو. يعني يولي الفرد او الوليد او البنيه بالطريقه هذه تولي تخزر نفسها وكان يعني هي كلها سلب. صحيح بالضبط، معناتها تولي طاقتها كلها سلبيه ولا طاقته الكل سلبي، يولي يقول انا مشني مكتفي مشني كافي، انا مشني كافي، معناها اني انا مادام امي تقول لي الكلام هذاك السلبي معناتها انا راني سافا با، وهو من بينه وبين روحه يبدا يعاود مع روحه يقول اي بالحق انا سافا با، العقل الباطن نتاعو ما يفرقش ما بين الصحيح والغلط، ما يقولش ليه والله هذاك كلام صحيح ليه امك راهي تحبك ما هي ما تقصدش، لا بالنسبه لي هو ياخذ الكلام كيما هو ويقعد الصغير يعاود فيه، ماما قالت لي راك انت مش ناجح، ماما راه قالت لي انك انت راه بنت خالتك خير ولا ولد خالتك خير ولا صاحبك خير ولا انت والاخر متفوق علي، بالنسبه لي هو سيء يعمل بلوك، يعمل بلوكاج لروحه ديجا ما عادش ينجم حتى يقدم، باعتبار انه البو والام نموذج للابناء يعني الابناء ياخذون من امهاتهم وابائهم امورا مسلمه، واذا كانت هذه الامور المسلمه سلبيه سنبني يعني اجيال سلبيه اجيال سلبيه. طيب هذه المساله يعني في العلاقه القائمه بين الاباء والابناء كما كنت تذكرين يعني الموقف الموقف السلبي أو التربية السلبية أو هذه العلاقة السلبية يعني وخاصة من قبل الأباء مثلا يصعبوا فعلا أنه الأباء يعني يتخلصون من هذا التراث ما فماشي صعب، هو كان إن كان الأباء والأم والأب يقروا يقول لك لا أنا باش ولدي ما عادش يكون ضحية، ولدي مش باش ينجح في حياته لا في الحياة الاجتماعية لا في الحياة الأسرية لا في الحياة المادية لا في خدمته لا حتى شيء، كي هي تلاحظ ولا هو الأب يلاحظ هذا يقول ستوب، دونك أنا عندي مشكلة عندي أنا، معناتها الأب ديجا يلزم كيما صار لي أنا كيما صار لي أنا قبل، معناتها كنت متعصبة ياسر وكنت نضغط على صغاري ودرش عليه زعما خاطر أنا ديجا ماخذة حاجات على الوراثة، فهمت؟ وقت اللي أنا فقتني أنا أثرت على نفسي وأثرت على صغاري شو عملت؟ توقفت حالا، هند توقف تو يلزمك تو تلقى حل لروحك، معناها ما تكونش انت ضحيه وزيد تكمل تخلي صغارك ضحيه، معناها فهمت؟ دونك الحل في يد الانسان اللي وقت اللي يوعى، نهار اللي انت ولا انا نوعا نقول سيء هذا مش صحيح راهو هذا الموروث كله غلط ديجا راهو كله طاقه سلبيه خاطر شنو اثر على صغاري، دونك نقف
هو في الحقيقة الموروث مش كله سلبي، فيه الإيجابي 80%، فلا بد أن نتخير منه. وفي الحقيقة ما ترك الأولون الآخرين شيئا، يعني سواء في مستوى القول أو في مستوى السلوك أو في في مستوى التصرفات، تركوا لنا تراثا وكما كبيرا من الأقوال ومن السلوكات ومن المعارف، ولكن لابد أن نتخير منها. وهنا بطبيعة الحال أتذكر قول علي بن أبي طالب لما قال: تخيروا لأبنائكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. بالضبط. يعني نتخير لأبنائنا في تربية، والتربية بطبيعة الحال هذه التربية يعني تتفرع إلى عدة مجالات. أستاذتنا الفاضلة، لو نتكلم يعني نحن سنزود هؤلاء، يعني سنزود المجتمع بهؤلاء، يعني في كل المجالات. طيب التربية هذه تأثيرها على الجانب الاجتماعي، يعني في المجتمع كيف يكون؟ نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. هل تعلم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود وأحمد، مستمعي الأفاضل، مستمعي الكارم، مستمعي إذاعة الحياة FM، في برنامجكم هل تعلموا، في حصة جديدة موضوعها هل تعلموا أن للتربية تأثيرا على الناشئة في كل المجالات. أستاذتنا كانت تتحدث عن هذه العلاقة السلبية التي يلعب فيها الأباء دورا سلبيا مع أبنائهم في مستوى التربية. طيب هل التربية هذه أستاذتنا الفاضلة كيف نحولها إلى تربية إيجابية من خلالها، يعني نزود المجتمع بأبناء متوازنين في الجانب الاجتماعي؟ نعم. وقت اللي الأب والأم يفيقوا أنه فما خلل في العائلة، معناه فما عدم توازن في العائلة، صغيرك مثلا ما عادش يقرأ بالكدا، ما عادش يحب يقرأ، ما عادش عنده علاقات باهية، ديما جابد روحه، ديما ما يحكيش مع العباد، ماذا بيه كلمة قص، معصب، عنده العنف، عنده العصب، هذوما الكل ديزانديكاسيون ان هي تأثر ياسر على النفسية متاع الشخص على الصغير. دونك انت كي تفيق بالحاجات هذوما وتلقى صغيرك متعنف، خاصة تو تبارك الله ما شاء الله كثر العنف، كلك سوا في المدارس كلك سوا في الحوم، معناتها تلقى الصغار نهار كامل وهما يتعاركوا. علاش حاز برايك انت الصغير يتعارك؟ على خاطر هو بيدو من داخل هو في صراع مع نفسه، دونك الصراع اللي يحس فيه هو من داخله قاعد يخرج فيه مع صاحبه، تخرج فيه مع صاحبتها، تخرج فيه في العنف المدرسي. انا كي نلقى صغيري ولا عنيف، كي نلقى بنتي ولات جبد روحها، شنو نعمل؟ نقول فما مشكلة، فما حاجة سببها، يلزمني نلقى حل. به شنو الحل؟ معناتها انا راه عندي سلوك خاطئ قاعده نعمل فيه مع صغاري، وقت اللي انا نفيق ونعرف اني انا مسؤولة واللي قاعده نعمل فيه راهو غلط، يلزمني نبدل السلوك. الطريق كنت ماشيه طريق بمشيش ما عملش نتيجه باهيه، دونك يلزمني انا اوتوماتيكمون نبدل الطريق الاخر. الطريق الاخر اللي هو شنو؟ اني انا نبدل معاملتي مع صغيري، اني انا نحاول باش نسمع صغيري، مش هو يجي يحكي معايا ويقول ليه مشني ليه، لا عندي نقضي، لا عندي تليفون، لا عندي ما نعمل، لا نسمع صغيري، لا نتفرج على التلفزة، خاصة أما نتفرج على التلفزة ولا توا التليفونات أكثر حاجة، نسمع صغيري. وكي نسمع صغيري زد نسمعه في عينيه، معناتها كي نبدا نسمع فيه نسمع فيه في مش نسمع فيه هو يخزر لي وانا ليه ونسمع اي احكي لي. نعطي قيمه لكلامه، فوالا، خاطر انا نعزز له الثقه في نفسه، معناتها كي نبدا انا نسمع فيه وانا مركزه معاه، معناتها عطيته طاقتي، عطيته تركيزي، عطيته الوعي نتاعي، دونك نعزز فيه الثقه. لكن كان انا نبدا مش نسمع فيه، معناتها هاك احكي وكهو، لا هذيك غلط. هذه الحاجه الباهيه. الحاجة الأخرى إني أنا نولي نحكي معك الكلام الإيجابي، ما عادش ننقده، ما عادش نلومه، ما عادش نضغط عليه، ما عادش نقول له نبدأ نقارن فيه، خاصة احنا ياسر عن الأمهات خاصة عندها ياسر مقارنات، وذيك المقارنة صدقني من أكثر الحاجة تحطم شخصية الصغير. الصغير يولي خامل نفسانيا، معناته يولي ما عادش يحس روحه متوازن ويحس روحه إنه هو سبب
تفهم فيا. دونك الحاجه الاخرى شنو هي؟ اني انا حتى الخزره نتاعي مع الصغير يلزمني نخزر له حتى معناتها بحب، نولي نحاول نتعامل معاه بحب، نحضنه. احنا ما عادش نحضنوا صغارنا. احنا بالحق اكثريتها ولاو العياط اكثر واللوم اكثر والنقد نهار كامل، شبيك كيكه شبيك تعمل كيكه درا شنو معناتها، ديما مش عاجبنا حد شايف صغيرنا. كي انا مش عاجبني حد شايف صغيري، هو كيفاش باش يعجب معناتها، هو كيفاش يتعجب من روحه؟ باهي انا كيفاش نعالج كيفاش نعالج مساله شفتها اني ارتكبها، يعني الابن او الابنه ويعني الفتاة والفتاة ويعني غير سليمة، كيف يمكن أن نعالج هذا السلوك داخل الأسرة؟ يلزمني نعرف الجذر متاعه، نحكي معاه، ندخل نقعد أنا وياه قاعدة صدق، أنا وياه وحدنا، نقول له خويا أي قل لي أنت علاش عملت الحكاية هذيك، أكيد فما سبب، معناتها مو أي حاجة عندها الجذر متاعها، يلزمني أنا ندخل للجذور، علاش عملت هكاك؟ يقول لي يعطيني، أكيد باش يعطيني تفسير، هو باش يقول لي راهو على خاطر صار هكا وهكا، باهي خويا، هذايا توا اللي عملته راهو غلط. راهو شي أثر لك على نفسيتك، شي أثر لك على سلوك، شي أثر لك على صحتك، شي أثر لك على روحك، باهي توا هذه الإشكالية عملناها والغلط عملتها، باهي توا نسامحوا روحنا عليها، أوكي؟ توعدني باغ إكزومبل إن هي هذه الغلط عملناها، دونك ما عادش نعاودوها. ما عادش نعودوها جملة واحدة داكوردو. كي انتي ما عادش تعودها، راك انتي سيب باش تبرمج روحك انك انتي ما عادش باش تلقى حظ اخر باش انتي تعود نفس الغلطة. راي مهم على الاخر، اني انا مش نشدو كل مرة راك عملتك الحاجة ديك، انا بدأ نذكر فيه فك الحاجة ديك، ليه سي انتي غلطت، بيتحمل مسؤولية غلطتك، نسامحوها ونتعدوها كالغلطة هذيك وما عادش نعاودوها مرة أخرى. أما ما نقولش مرة مرتين ماك عملتك الحكاية، ماك أنا قد ما نعود له راك عملتك الحكاية، شي قد ما يعمل فيها. شكرا أستاذتنا. لكن ونحن نتناقش مع ابنائنا ونحن نتناقش مع الناشئة بصفة عامة فلو بد أن نقدم في ذلك أدلة وشواهد للإقناع وخاصة أشياء ملموسة ونضرب الأمثلة. أذكر يعني بين ظفرين يعني أحد الزملاء كنت أتحدث معه في هذه المسائل، يعني كيف يمكن يعني لن نجرم ابنائنا ولا إذا أخطأوا بل فقال اشتريت سيارة يعني جديدة وكانت في المستودع وكان يعني ابني الصغير يعني ما زال لم يتحصل على رخصة السياقة يعني حاول أن يقود، يعني حاول أن يخرج السيارة من المستودع، فكان إلا أنه قد يعني السيارة يعني لامست الجدار فاصطدمت به قال الولي فبقيت أنظر كيف أجد حل مع ابني حتى لا تبقى له أزمة في نفسه، فقال قلت له هو عد إدخال السيارة وأخرجها بلطف. أي يعطي الصحة، فقال فعلا قال فرأيت يعني البشرة ورأيت يعني بعد ما كان يعني قال ابني يعني خائف فيما بعد يعني رأيته يعني واثقا بنفسه والعلامات الفرح يعني تظهر على وجه هذا الذي يعني من خلال هذه ولو كان هي حادثة بسيطة وكيف يمكن يعني أن نثق بأبنائنا وكيف يمكن أن نجعل منهم قوة لا نجعل منهم ضعف في نفس الوقت ونحن نتحدث مع أبنائنا لابد قلت يعني نعطي في ذلك شواهد ونعطي في ذلك أدل بيه أستاذتنا الفاضلة تأثير هذه التربية على المجالات الأخرى يعني فهمتك المجالات الاجتماعية والبيئية حتى السياسية والاقتصادية والثقافية يعني احنا سنزود المجتمع في المجالات كل المجالات بهؤلاء بهذه الناشئة بهؤلاء الأكفان إن شأنا هذه التأثيرات نتكلم عن هذه التأثيرات انشأت يعني أي بالطبيعة خاطر احنا مو أفراد ومن بعد يولي مجتمع ومن بعد تولي ناشئة كاملة دونك انا وشنو واش نخرج مع صغيري معناتها هو صغيري كي انا كنشربيه بتربيه متوازنه ونكون انا معه الدعم
ويكون سلوكه صحيح وواثق من نفسه وفهم روحه بيان سور هو كيش يخرج المجتمع عش يلقى روحه انه هو حتى كي يؤدي مثلا خدمة حتى قراية حتى قرايته كي يقرأ يقرأ بمسؤولية معناته انا راني نقرأ باش نعلم روحي وباش نعلم الجيل اللي بعده وباش نكون انا ديجا عندي طاقة وعي ونساعد الوعي الجمعي اللي في البلاد واني انا باش نكون معناها امين مثلا في خدمتي اني انا نكون محسن في خدمتي اللي ربي اش قال لنا يطلب من الاحسان يطلب من الامانه يطلب من الصدق كان انا صغيري يخرج من داره سلوك متوازن وعنده الصفات الايجابيه هذه كل بينسوه باش ياثر على المجتمع بالحاجات اللي انا كنت نقول فيهم لكن كان انا صغيري باش يخرج مدمر شنو باش يعمل في المجتمع شي يزيد عنف على عنف شي يزيد كراهيه على كراهيه شي يزيد حسد على حسد شي يزيد حقد على حقد هذا اللي قاعد صاير ديجا هو معناتها احنا نراو اكثريتهم اكثر فما الغيره فما الحسد فما الحقد فما الاحكام اللي حكينا عليهم المره الاخرى دونك هذاك الكل بيان سور باش ياثر في مجتمع كامل في خدمته في دراسته في علاقاته من جميع النواحي يعني إذا تلقى إذا تلقت الناشئة يعني منذ البداية في الحاضنة الأولى وهي الأسرة تلقت تربية صالحة تربية صادقة يرى الأبناء يعني هذه الأسرة كيف هي متماسكة فهي الأسرة هي مجتمع مصغر مجتمع صغير يعني لما يرى الأفراد متماسكين متعاونين متحابين بطبيعة الحال هذا السلوك سينشره فيما بعد في الحياة الاجتماعية في علاقاته مع الأفراد الآخرين فيكون التواصل ويكون التضامن ويكون التعاون وربي سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولابد أن يعني نغرس في الناشية هذا السلوك سلوك حب الآخر حب الآخرين والتعاون معهم وأن لا يمكن يعني لشخص واحد أن يقوم بكل الأدوار لوحده وإنما هو في حاجة لأخيه الإنسان الناس للناس من بدو وحاضرة كل لكل وإن لم يشعروا خدموا مستمع الأفاضل المستمع ذات الحياة FM نخرج فاصل ثم نعود هل تعلم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا والعود أحمد مستمع الأفاضل المستمع ذات الحياة FM قيروان للصحة في برنامجكم المفضل هل تعلموا في هذا الموضوع بطبيعة الحال وموضوع له أهمية كبرى في حاجة إليه كي نتتبع يعني طرقا علمية طرقا علمية بيداغوجية في تربية الأبناء لأننا سنزود بهم المجتمع في جميع المجالات استاذتنا فيما ذكرتي معرفة كبيرة يستحقها مستمعون في تربية الناشئة نحن نلاحظ في جوانب البيئة وهو ما مطروح اليوم في علاقتنا بالبيئة وعلاقة أبنائي بالبيئة يعني هذه العلاقة علاقة فيها وكان فيها اعتداء فيها ظلم فيها يعني فبطبيعة الحال هذا ربما كان له تأثير من العائلة أيضا أكيد كل شيء يعني كل شيء تأثير من العائلة مش نعطي مثال مثلا أنه الأبناء في السيارة من المراء والبو أنه يتكيف ويرمي بالمراء وإلا يمسح بمنديل وفهمت بعد يطيشه وإلا يتكلم في التليفون وراء الفلون وإلا يزمر على فهمت كذا ويحب يدوبل وإلا أنه شكون ضايق شوي يبدأ يسب ويشتم وعد وكذا فهمت بيت الحال الأبناء يعني يترصدون لهذه السلوكات وهذه الأفكار ويطبقونها فيما بعد وهو موجود اليوم على الأرض الواقع حبيت نقول حاجة بالنسبة للصغير راه هو مرآة أم وبوه كيفاش مرآة أم وبوه أنت مش أنا نبدأ نعمل في سلوك ونحكي العكس مثلا أنا بنتي نقولها أسمع ما نحبكش تحكي على العبيد وما نحبكش تسب فلان وما تحبش حبك أذيك لا لكن هي تشوف فيا نهز التليفون نبدا نحكي على فلان وعلى فلتانه نبدا نسف فلان وفلتانه هي بنتي شنو شتبع الكلام وشتبع الفعل بيان سور مش تبع الفعل
معناه هما صغارنا ديجا على خطانا يمشيوا، معناتها انا كان نمشي معناتها بالسلوك الصحيح هي باش تتبع السلوك، راهي مش باش تتبع الكلام. الكلام خاطر العباد الكل تنجم تقوله، نجم نحكي من هنا للصباح ونكون ايديال ونولي نحب نحس معناتها نوري روحي انا بارفيت، لكن فعلي شنو الصغير دونك هو يتاثر ياسر بسلوك الابن الاب الاباء معناتها الام والبو. البو مثلا يعيط بيان سور الصغار باش يقوم يعيطوا، يولي يقول لك انا بابا يعيط، دونك انا معناتها صحيح اليوم في رو معناتها خاطر هو في الاخر بالكل الام والبو هم القدوه نتاع صغار. يعني يولي نسمعوا فيه مثلا تويك في الشوارع او في الانهج ياخذوا في من عند بوهم وامهم بيان سور والمدرسه تاع الابناء واحد يعني الكل يعني تلاقوه الكل في المنزل ويكمل المدرسة ويكمل الانتوغاج الحومة والكل، معناته هو الصغير في الاخر بالكل هو متلقن، معناته هو قاعد ياخذ ويمتص في طاقة الآخرين، وأول عبيد يمتص منهم الطاقة اللي هي الأم والبو داكوردو. أنا شو نقول لهنا، نقول ردوا بالكم فاش قاعدين تحكيوا وشنو قاعدين تعملوا وشنو قاعدين تحكيوا مع صغاركم وشنو قاعدين تخزروا، كيفاش تخزروا لصغاركم، شنو انت احساسك مع نفسك الساعه، خاطر انت اللي تحس فيه مع نفسك هذاك هو راكش تبعثه لصغيرك، راهو صغيرك يمتص طاقتك انت مش كواعيه. دونك لازم تكون الام خاصه الام خاطر هي ديما اون كونتاكت اكثر مع الصغار، تكون معناتها ماخذه الحذر نتاعها كل الحذر فاش قاعده تحكي وفاش قاعده تقول وفاش قاعده تعطي. رد بالك يا مرأة يا أنثى، رد بالك بالحق، رد بالك فاش قاعدة كيفاش قاعدة تتعامل مع صغيرك، هذه مهمة على الأخر. هذا نتصور أنه يشعر به الآباء لما يتأكد لديهم أن تربية الأبناء هي أمانة في أعناقهم وسيحاسبون عليها، يحاسبهم المجتمع ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كما أن الأبناء يشهدون لأبائهم يوم القيامة في هذه التربية الصحيحة بالضبط ريترجع فمساء وتعود عليهم بالفائدة يعني كذلك إذا يعني كان العكس أنها التربية كانت تربية سيئة وزودوا المجتمع بأفراد غير أكفاء وإنما يعني أفراد يساهمون في تدمير المجتمع ربما كما هو موجود اليوم في شوارعنا وفي بلادنا من نهب من سرقات من اعتداءات اعتداء سامحني اعتداء مادي واعتداء روحي ونفسي معناها اني انا نعتدي عليك بالكلام كما نعتدي عليك جسدي، هذاك الكل اعتداءات. هو في النهايه هو اجرام من تسبب فيه بدرجه اولى هي الحاضنه وهي الاسره الحاضنه الاولى، ولذلك نقول لابائنا ولامهاتنا اتقوا الله في أبنائكم واتبعوا في ذلك طريقة علمية معرفية علمية معرفية في تربية الأبناء. وهذا بطبيعة الحال ربما أنه يذكرنا بقول عمر بن الخطاب وعلموهم علمه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله على غيره. بالضبط خطر هي علميا من الصفر للسبعة هذيك تتكون شخصية الصغير. بالضبط احنا تو خليني نقولها كلمة بالدارجة للجماعة يعني لإخوانا اللي يسمعوا فينا يا يعني من الصغرى وهو تحت جناحه فمس حتى لاني ياخذ له حتى المراه ياخذ عليك فهو والا من الصغرى وانه رميه البرة للشارع وللشيطان بين ظفرين نقولها انا بين ظفرين كل سلحفات يبيض ويخلي فكر ولا فكر نطمع فمس لا لازمش لا افراط ولا تفريط لازمنا نكونوا متوازنين معناها امانه امانه تربيت كل راع كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيتكم. هذه أمانة تربية الأبناء، أنت أيها الأب الأم الأسرة الحاضنة أنت مطالب بأن تزود المجتمع بناشئة، هالناشئة هذه فيها أفراد أكفاء في كل المجالات، المجال الاجتماعي، المجال البيئي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال
السلم العلمي المعرفي، فالتدريب يكون التدريب على هذه المجالات يكون من الحاضنة الأولى وهي الأسرة. نعم وهي الأسرة وهي الأسرة وهذه أمانة نسأل عنها. وأيضا من صالح الأبان ويربوا ابنائهم على هذه، لأنك ستترك فيما بعد ابناء صالحين انقطع عملك وسينقطع عملك إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توفي ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أولها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. نعم فهمت. هذا الولد الصالح إذا أنت تساهم في في تربيته، انظر إلى هذا الأجر الذي سيبقى لك. أكثر من ذلك، أنت لابد أن يحضر لديك أن هذه أمانة، لابد أن تحمل مسؤوليتك في تربية أبنائك، وخاصة ما أحوجنا اليوم سيدتنا الفاضلة، ما أحوجنا اليوم إلى أن نراجع أنفسنا في علاقتنا مع أبنائنا في مستوى هذه التربية. فلا بد أن تكون تربية مبنية على أسس علمية معرفية روحية. حاجة أخرى زيدة، الأم ولا الأب زيدة يعمل مراجعة مع أنفسهم، معناتها أنا نشوف روحي شنو عندي من داخل سبابا، أنا دي بدي زي نصلح ما بنفسي باش أنا نجم نصلح ولدي وبنتي. هذا إذا يتطلب منا كلنا، يتطلب منا أن نتعلم، أن نقرأ، أن نتطور، نتقدم، نحسن. نعم فأنا ذا من نحو الإيجاب. يعني نخرج اقرأ باسم ربك الأول. اقرأ ما قالش اقرأك، وقال اقرأ باسم ربك، يعني دلالة القراءة مربوطة بالقيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، ذات القيروان للصحة، ما بقي لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة جديدة متجددة، مع الشكر الموصول لأستاذتنا هند جيلاوي حرم منصور، أستاذة ومدربة واختصاص وعي. كذلك الشكر موصول إلى أخينا نوف الشرطاني في التثيث والأخراج. إلى اللقاء مع تحيات الأستاذ لزهر البريكي. شكرا. هل تعلم؟